ارفع راسك فوق انت سوري حر، 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 ارفع راسك فوق 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 انت سوري حر، ارفع راسك مع بدايات شهر آذار مارس صدحت حناجر السوريين بالحرية، فخرجت عدة مظاهرات تطالب بإطلاق الحريات وأيضا بإخراج المعتقلين السوريين السياسيين القابعين في سجون النظام منذ فترة حكم الأسد الأب، وأيضا بإيقاف العمل بقانون الطوارئ الذي اتخذه النظام ذريعة ليكيل به السوريين ولينفذ عليهم شتى صنوف التعذيب. تعليق على ده الثورة، أنا بشوف الثورة عم ترجع جدد صفوفها وتعيد صفوفها، لأنه عم بشوف بإدلب بمارع طلعت العالم ضد الجولاني، ما عاد حدا بده هاي الثورة يلي تنمطت بطريقة دينية إسلامية، العالم هلق عم جدد الثورة. الحراك بالسويدة عم بيقولوا أنه الثورة ما ماتت، الثورة كانت بعناية مشددة بس ما ماتت، الثورة رح ترجع وتولد من جديد، الثورة عم تبرق بصعوبات بس رح ننتصر بالأخير. عاش سوريا واسقط بشار الأسد. اليوم الثورة مستمرة حتى إسقاط نظام الأسد، حتى إسقاط هذه الدكتاتوريات التي هجرت وقتلت الشعب السوري. الثورة مستمرة، الثورة حق والحق لا يموت. اليوم الثورة لم تعد ثورة عسكرية، اليوم ثورة فكر، ثورة يعني اليوم الثورة تقف موقف السلمية والمطالبة بإسقاط النظام. لم نعد قادرين ولم يعد قادر الشعب السوري على الاستمرار بالقتال، لأن تدخل دول عظمى وقاتلت الشعب السوري، جميع الدول تكالبت وقاتلت الشعب السوري. اليوم نحن من مبدأ إن الثورة فكرة، والفكرة لا تموت، إن كان في الداخل وإن كان في الخارج. نحن نقف مع أهلنا في الداخل ونقول للدول العربية والمجتمع الدولي كافة، هؤلاء هم أبناء سوريا الأحرار، فليشاهدوا إن كان هنا في النمسا أو في كل أوروبا وفي كل العالم وفي الداخل، نحن بإذن الله قمنا سمرة ولم نرجع. الثورة لا تقف بإذن الله تعالى، مستمرة حتى إسقاط النظام السوري بالأكمل. مرت بشوية مطبات وكان في شوية عائقات كتير، لكن بإذن الله تعالى راح تستمر لحتى الإفراج عن كافة المعتقلين وتحقيق كافة أهداف الثورة السورية بإذن الله تعالى. الثورة مستمرة حتى يسقط نظام بشار الأسد، لأنه هو نظام طاغي وكما ترون يقتل الأطفال ويشرد الجميع كما تشردنا احنا جميعا من مناطقنا. هل انتهت الثورة؟ الثورة تنتهي حتى يسقط نظام بشار الأسد. الثورة السورية مستمرة ولن تموت، والدليل على ذلك الحراك السلمي الموجود في مدينة السويداء والحراك السلمي الموجود حاليا في مدينة إدلب الذي يهدف إلى إسقاط الأسد والجولاني والقوة الأمنية الموجودة بإدلب، لأن الجولاني والأسد هما وجهان لعملة واحدة. فالثورة السورية لن تموت ما دام فينا قلب ينبض. كمعارضة سياسية قيادة سياسية الأداء تبعهم كتير ضعيف وهزيل، ما بيمثل تضحيات الشعب السوري، ولكن نحن كعامة شعب ثوار أحرار سواء بالداخل السوري أو في بلاد المهجر نؤكد دائما على إسقاط النظام السوري، ولن نتراجع ولن نستكين حتى يسقط النظام ونراه في محاكم الجنايات الدولية. واليوم يخرج السوريون ليؤكدوا أن ثورتهم السلمية مستمرة، مستمرة حتى تحقيق أهدافها في قيام دولة قانون ديمقراطية، وأيضا لجر النظام السوري وكل من تلطخت يده بدم السوريين وبدم العزل لجرهم إلى محاكم العدل الدولية. في إنفوغراد النمسا ميديا أدهم اللجنة. انت سوري حر، انت سوري حر.